عنوان درسنا اليوم الانقسام الخيطي والانقسام المنصف. إذن سنتعرف إلى داخل الخلايا وماذا يحدث في هذه الخلايا من أجل عملية النمو، من أجل عملية التكاثر، وكيف يحدث هذا الانقسام، سواء كان الانقسام الخيطي أو الانقسام المنصف. بداية، في الدرس الماضي عندما تحدثنا على الصبغيات، نحن قلنا أنه خلال الدروس السابقة كانت دروسنا كلها عبارة عن ماذا؟ عن أعضاء الموجودة في جسد الإنسان. تعرفنا على جهاز العصبي، تعرفنا على الدعامي، على جهاز التنفس، جهاز الإطراح، تعرفنا إلى جهاز الدوران وإلى الدم، تمام؟ نحن هلأ رح ندخل إلى الأعمق قليلاً، رح نشوف الخلايا، رح نشوف ماذا تحتوي هذه الخلايا. تعرفنا في الدرس الماضي أنه الخلية في إلها مكونات، هذه المكونات هي عبارة عن غشاء خلوي، بعدين في عنا سيتوبلازما، سيتوبلازما في بقلبها عضيات، ويوجد أيضا النواة اللي هي عبارة عن المدير لعمليات التي تقوم بها هذه الخلية، صح؟ وقلنا أنه في هذه الخلايا أثناء دراستنا للخلايا في المجهر الإلكتروني، وسط المجهر الإلكتروني، لوحظ وجود خيوط سميت بالصبغيات، وتحدثنا أن هذه الخيوط تكون أكثر وضوحا عندما تكون الخلية تقوم بالانقسام، صح؟ نحن عندنا اليوم الدرس سنتعرف فيه إلى هذا الانقسام الذي تقوم به الخلايا، وسنتعرف إلى أن هناك فرق في موضوع الانقسام. مو كل الخلايا في الجسم الخلايا الجنسية والخلايا الجسمية تنقسم بنفس الطريقة، لا، في عنا فرق رح نشوفه خلال هذا الدرس. فإذا ما هي أهداف درسنا لهذا اليوم؟ ماذا سأتعلم من درس اليوم؟ أولا أن يقارن الطالب بين الانقسام الخيطي والانقسام المنصف. ثانياً أن يجدد الطالب، أن يجد الطالب الفرق بين النطاف والبويضات، وأن يستنتج الطالب أهمية الانقسام الخيطي والانقسام المنصف. طبعاً نحن ببداية الدرس كنا عم نتحدث أن الانقسام متساوي، والغاية من هذا الاسم هو تساوي العدد الصبغي الناتج مع الخلية الأم، ولكن نحن رح نلتزم حالياً بالمصطلح الموجود في كتابنا ونقول انقسام خيطي، ولكن مبدأ هو نفسه، انقسام خيطي نفسه الانقسام المتساوي. مفاتيح درسنا لليوم: الصبغيات، العدد الصبغي، الجسيم الطرفي، العروس الذكرية النطاف، العروس الأنثوية البويضة، والحيض والسن اليأس. ننتقل إلى الهدف الأول، أن يقارن الطالب بين الانقسام الخيطي والانقسام المنصف. نحن بشكل عام ما حدا فينا إلا شاف طفل صغير، صح؟ ربما في بيتنا، ربما عند الجيران، ربما مثلا أقربائنا. طيب، حدا فينا هيك فكر للحظات أنه هذا الطفل كيف عم يكبر؟ إذا غبنا عن الطفل فترة من الزمن، ربما شهر، ربما أكثر، رح نلاحظ مثل العادي أنه تغير هذا الطفل، كبر شوي، صح؟ طيب، كيف هذا الطفل كبر؟ حدا فينا هيك فكر مثلا أنه كيف عم يتم هذا الكبر؟ حالة؟ عشان تكاثر خلايا جسمه، تكبر العظام وتكبر العضلات. أيوة، تنمو من السمحاق وغضاريف نمو. هلا تمام، في عنا غضاريف نمو، في عنا سمحاق، مشان موضوع كبر العظام اخذناه بدرس الدعامي، صحيح. ولكن هلا بشكل عام، انا عم بحكي بشكل عام، الطفل كيف عم يكبر حجمه؟ قلتي صح انه تتكاثر الخلايا. هل الخلايا شو عم تتكاثر؟ يعني اعطيني فكرتك فقط. الغذاء مثلا بيتناول. اي نعم، اكيد. هلا الانسان بحاجه للغذاء من اجل عمليات النمو، من اجل عمليات الاستقلاب والحصول على الطاقه، صحيح. صح، انت بشرتي بالفكره، صح، لا تراجع، فباشرت بالفكرة، صحيح، أنه نحن في عنا خلايا في جسدنا، هاي الخلايا عم تتكاثر. طيب كيف يتم هذا التكاثر؟ مو في عنا نحن مولدة والله موجودة فقط في منطقة محددة أن الجسم عم تنتج خلايا، لا، الخلايا بحد ذاتها هي لها القدرة على عملية التكاثر من خلال عملية الانقسام. طيب إذا حدا فينا تعرض لتلف بأنحاء جسده، ربما جرح، ربما حرق، طيب هالخلايا اللي تلفت كيف رح يصير تعويضها؟ نحن بنعرف أيضا أن البشرة تتجدد في فترة من الزمن. نعم، الخلايا المولدة بتجدد، الخلايا المولدة، صحيح، منطقة الأدمة. نحن وقت تحدثنا على الجلد أن في منطقة الأدمة يتم ماذا؟ توليد خلايا جديدة، صحيح يا بتول؟ نعم، عشان أصدع هاي الفكرة. نعم، أحسنتي بالضبط. يعني تقريبا نحن وصلنا للفكرة اللي نحن رح نحكي عليها خلال الدرس، كيف بيصير تعويض للخلايا التالفة أثناء حياتنا اليومية. قد يتعرض الإنسان لحادث ما، قد يتعرض لجرح، لتلف في منطقة معينة في منطقة الجلد. طيب في عنا خلايا في جسدنا بحاجة إلى التجديد، كيف هذا الشيء بيتم؟ الإنسان كيف يكبر خلال مراحل النمو عندما يخلق الطفل؟
صغير جدا صح؟ بعد الولادة بيكون وزنه مثلا 3 كيلو 4 كيلو حسب يعني كل طفل. مع فترة من الزمن هذا الحجم سيكبر، والطفل مع مراحل النمو بيكبر حجمه لحتى يوصل لمرحلة النمو والبلوغ صح؟ بعدين بيوقف بعد نمو الحجم، بيصير في عنا طلب للخلايا الجديدة من أجل تعويض التالف. طيب هذا الكبر بالحجم كيف يحدث؟ ولماذا الإنسان أيضا يحمل بعض صفاته من الأب والبعض الآخر من الأم؟ ليش نحن وقت اللي بنخلق مو والله فقط صفاتنا تابعة لوالدنا فقط أو لوالدتنا فقط؟ لماذا يحمل الإنسان الصفات من الأب وصفات أخرى من الأم؟ يعني هلا مثلا وقت بتشوفي طفل صغير بتقولي انه بيشبه والده بهالنقطه، بيشبه والدته بهذه مثلا الصفه. طيب برايك ليش؟ ليش ما اجى بس بيشبه امه او بس بيشبه ابوه؟ هاي بقولوا لا وراثي. ايوه يعني عليك وراثي، انه بياخذ بعض الصفات من الاب وبعض الصفات من الام صح؟ لماذا؟ لانه اساسا الانسان هو عباره عن كائن حي ناتج عن تكاثر صحيح بين ذكر صحيح. وأنثى، ناتج عن صح ناتج عن تكاثر جنسي بين ذكر وأنثى. فإذا الإنسان يحمل صفات من الأب وصفات أخرى من الأم، ويتم تعويض أيضا الخلايا التالفة، وتتم زيادة العددية للخلايا أثناء مراحل النمو من خلال الانقسام الخيطي، بينما الانقسام المنصف فيحدث عند تشكيل الأعراس في الخلايا الجنسية. فإذا نحن عم نكبر، الطفل الصغير عندما يخلق الطفل الصغير ويكبر خلال مراحل النمو يحدث في جسده انقسام خيطي من أجل زيادة عدد الخلايا. نحن في عنا بنية معينة لجسم الإنسان، هذه البنية ستكبر، كيف ستكبر؟ من خلال زيادة عدد الخلايا، وهذه الزيادة العددية تتم من خلال الانقسام الخيطي الذي يحدث في الخلايا الجسمية، يعني خلايا جسم الإنسان. وأيضا بنفس الآلية يتم تعويض بعض الخلايا التي تتعرض للتلف، مثل مثلا خلايا الجلد إذا تعرض للإنسان لجرح ما، فيتم تعويض هذه الخلايا من خلال الانقسام الخيطي. أما الخلايا التي تكون مسؤولة عن عملية التكاثر يعني تشكيل الأعراس، هذه تكون ناتجة عن انقسام منصف، فهذا الانقسام يحدث عند تشكيل الأعراس في الخلايا الجنسية. فإذا الانقسام الخيطي هو عبارة عن حادثة حيوية. مهمة الأساسية للانقسام الخيطي أنه يصير في عندنا زيادة في عدد الخلايا في جسم الإنسان، وأهمية هذا الانقسام لأنه يحافظ على العدد الصبغي نفسه الموجود في نواة الخلية الأصلية. طيب لونا، وقت تحدثنا بالدرس الماضي على عدد الصبغيات عند الإنسان، كم صبغي يوجد لدينا؟ نعم نسي 46. نعم أحسنتي، 46. الانقسام الخيطي عندما يحصل في الخلايا في جسم الإنسان ينتج نفس العدد الصبغي الناتج عن الموجود في الخلية الأم. هذا الانقسام الخيطي، لاحظوا مع الرسم، هاي الخلية الأم، الخلية الأم تحتوي على 46 صبغي تمام؟ طيب صار في عنا انقسام، هذا الانقسام الخيطي هل سيؤثر على عدد الصبغيات؟ لا، الانقسام الخيطي يتميز بأنه يحافظ على العدد الصبغي الموجود في الخلية الأم، فينتج عن الانقسام الخيطي خليتان، وكل واحدة فيهم تحمل نفس العدد الصبغي الموجود في الخلية الأم الأساسية. يعني هاي 46 صار عنا مراحل لانقسام الخلية خيطيا طبعا، ينتج عنها خليتان، كل خلية منهم تحمل 46 صبغي، يعني نفس عدد الصبغيات الذي يوجد في الخلية الأم. طيب لماذا هذا الشيء صار؟ طيب ليش ما العدد الصبغي انقسم؟ نحن في عنا 46 صبغي، نحن نقول إن الخلية انقسمت، طيب شلون العدد الصبغي بقي على حاله ما تأثر ما صار نصه؟ هذا الشيء نتيجة تضاعف في عدد الصبغيات في طور الراحة قبل الانقسام، بصير في عنا تضاعف بعدين انقسام. لاحظوا هاي الخلية الأم، بداية في عنا عدد صبغيات محدد، وقت اللي بصير في عنا انقسام مباشرة يتم مضاعفة عدد الصبغيات في طور الراحة، بصير عنا مضاعفة في عدد الصبغيات، يعني 46 بصير عنا 46 ضرب 2، خلال مراحل الانقسام في طور الراحة صار عنا مضاعفة لعدد الصبغيات، ثم سيحدث الانقسام الخيطي عبر انقماص الغشاء الخلوي حتى يتم تشكيل خليتان كل واحدة فيهم تحمل نفس عدد الصبغي الموجود في الخلية الأم. فمثلا الخلية المنقسمة عند الإنسان الأم فيها 46 صبغي، كذلك تحتوي النواة الناتجة عن الانقسام أيضا 46 صبغي. طيب مثلا إذا نعمل تجربة ببيتنا هلأ، فينا نعمل تجربة كثير بسيطة وصغيرة. بتعرفوا المعجونة مو هيك؟ معجونة الألعاب، أو ممكن مثلا نشكل كتلة من الطين. طيب
رح نعتبرها هاي خلية. هاي الخلية رح يصير في عنا هلأ عليها انقسام خيطي. أيوة، في عنا شرط للانقسام الخيطي إنه رح يصير في عنا مضاعفة لعدد الصبغيات، ويصير في عنا تضاعف. طيب هاي المعجون الصغير اللي احنا جبناها رح نجيب وحدة بقدة ونلزقها فيها ونشكل كتلة معجونية كبيرة شوي، وبنرجع نقسمها. تمام، رجعنا قسمناها. طيب هلأ هالكتلتين الصغار مو صاروا نفس الأساسية اللي كانت قبل ما يصير عنا تضاعف؟ نفس المبدأ. تمام، الانقسام الخيطي بيصير في عنا تضاعف أول شيء بعدد الصبغيات خلال طور الراحة، بعدين بيصير انقسام، وبالتالي يبقى العدد الصبغي محافظا على نفسه 46 صبغي، بينما الانقسام المنصف لا يحافظ على هذا العدد. لماذا؟ لأنه سيتم قسم عدد الصبغيات بالنصف كما سنرى خلال الفقرة القادمة. أهمية الانقسام الخيطي لأنه أولا يعوض الخلايا التالفة، كما أنه يؤمن الزيادة العددية للخلايا في مراحل النمو. وهل تعلم أن خلايا الطبقة القاعدية في البشرة مثل ما تحدثنا وقت كنا بدرس الحواس الخمس، عندما تعرفنا على الجلد وقلنا أن الجلد في عنا بنية، أول شيء البشرة، بعدين في عنا طبقة قاعدية، صح؟ طب هي الطبقة القاعدية تنقسم خيطية بمعدل ثابت ومنتظم لتعطي ماذا؟ لتعطي خلايا تضاف للبشرة، وينتج عن ذلك تجدد بشرة الجلد كل 21 يوم. طبعاً نحن ربما ما نلاحظ بشكل هذا بشكل دائم أو بشكل مستمر إنه كل 21 يوم نحن نجي نراقب جلدنا لازم اليوم ينشط، لا هذا الشيء ما بيصير. طيب لماذا؟ لأنه هذا الشيء بيصير بشكل متناوب، يعني مو كل الجلد بشكل كامل عم يتبدل بنفس اللحظات، لا بشكل دوري كل 21 يوم في عنا خلايا عم تتجدد على بشرة الجلد بشكل دوري. يعني خلايا مثلا جددت اليوم، خلايا رح تتجدد بعد يوم، خلايا ممكن امبارح تجددت، تمام. وهذا الشيء بيصير بشكل دوري وينتج عنه تجدد لبشرة الجلد. طيب ايضا هذا الشيء يعطي الجلد خاصية هامة جدا، انه يستطيع ان يلقم الجروح بشكل تلقائي. ليش؟ لانه اساسا نحن في عنا خلايا عم تم انتاجها بشكل دوري. فإذا تعرض الإنسان إلى جرح أو إذا إلى حرق، فإن البشرة، إن الطبقة القاعدية في البشرة ستنقسم خيطياً وتعطي خلايا جديدة من أجل عملية التئام الجروح والحرق. فإذا الانقسام الخيطي مهم لأنه يعوض الخلايا التالفة ويؤمن الزيادة العددية في مراحل النمو كما نرى في هذا المخطط البياني. لاحظوا الطفل الصغير عندما يكون صغير مثلاً في عمر السنة، ولاحظوا في نهاية المخطط البياني كحجم صار في عنا فرق، صح؟ طب هذا الحجم كيف كبر؟ من أين أتت هذه الزيادة في الحجم؟ من خلال الزيادة العددية في الخلايا. طب كيف زاد عدد الخلايا؟ نتيجة وجود الانقسام الخيطي الذي سيؤمن الزيادة العددية الهامة لمرحلة النمو في جسم الإنسان. طيب وقت الإنسان يوصل لمرحلة البلوغ وبتوقف عند النمو، نمو الحجم، طيب هل هذا يعني الانقسام الخيطي وقف؟ لا، الانقسام الخيطي أيضا يعوض الخلايا التالفة فهو مستمر. الانقسام المنصف، طيب سمي منصف من اسم منصف، شو نستنتج؟ نستنتج أنه في عنا شيء يتم تنصيفه وهو العدد الصبغي، عدد الصبغيات عند الإنسان 46 صبغي في الخلية الجسمية، ولكن في الخلايا الجنسية المسؤولة عن التكاثر تكون عدد الصبغيات 23 صبغي فقط، 23 صبغي. طيب أيوة، شلون هذا الفرق صار؟ ليش؟ نتيجة وجود الانقسام المنصف الذي يحدث من أجل تشكيل الأعراس. تنتج الأعراس عن ماذا؟ عن عملية الانقسام المنصف. طيب سارة، ماذا الذي يحدث بالانقسام المنصف؟ أنت كنت عم تحكي معنا هلا على الدردشة، إجابتك رائعة. بالانقسام المنصف عدد الصبغيات هل يبقى ثابت؟ هانسي لا. لماذا؟ لأنه انقسام منصف سيتم ماذا؟ أيوة أحسنت بتقول، سيتم قسم العدد الصبغي إلى نصف، وهذا الشيء له أهمية كبيرة جدا في عملية التكاثر كما سنرى خلال الفقرة القادمة، أنه 23 صبغي كافي لتشكيل العروس الذكرية أو العروس الأنثوية. الانقسام النصف يتم عبر عدة مراحل. طيب تعالوا نتفق على شغلة، أن الانقسام النصف يشبه الانقسام الخيطي في مرحلة ويختلف عنه في المرحلة الثانية. أول شيء الانقسام المنصف بيمشي مثل الانقسام الخيطي. لاحظوا الانقسام المنصف
بصير في عنا مضاعفة لعدد الصبغيات الحمض النووي الموجود في الخلية الواحدة، صار في عنا مضاعفة، بعدين صار في عنا انقسام، نتجت خليتان كل وحدة فيها تحمل نفس العدد الصبغي الموجود في الخلية الأم 46، ولكن الانقسام المنصف لا يتوقف عند أول مرحلة وإنما يستمر إلى المرحلة التالية. هالمرحلة التالية شو راح يصير؟ كل خلية من الخلايا نتجت عن الانقسام الأول راح ترجع تنقسم، ولكن من دون ما تتضاعف. معناته شو اللي راح يصير هون؟ الذي سيحصل هو أن كل خلية ناتجة عن الانقسام المنصف سيكون فيها نصف العدد الصبغي الموجود في الخلية الأم الأساسية. كيف هذا الشيء صار؟ انقسام منصف يتم على مرحلتان. أول مرحلة يبقى العدد الصبغي ثابت، لماذا؟ لأن الخلايا تقوم بمضاعفة العدد الصبغي قبل عملية الانقسام في طور الراحة، يعني نفس الانقسام الخيط تماما، ما صار عندنا فرق أبدا. أما الانقسام المنصف يستمر إلى المرحلة الثانية، إلى انقسام منصف ثاني. فكل خلية، لاحظوا هاي الأم تضاعف عدد الصبغيات، صار في عندنا خليتين، كل خلية نفس العدد الصبغي الأساسي. طيب كل خلية رح توقف هون؟ لا، رح ترجع تنقسم، ولكن من دون ما يصير عندنا مضاعف لعدد الصبغيات. معناته شو اللي رح يصير؟ ما صار في عندنا مضاعف لعدد الصبغيات، فالذي سيحصل هو عبارة عن اختصار لعدد إلى النصف. لماذا؟ الخلية فيها 46 صبغي وما ضاعفت ورح تنقسم، شو اللي رح يصير؟ الذي سيحصل هو الذي سينتج أن كل خلية ناتجة عن انقسام منصف الثاني ستكون تحمل نصف عدد الصبغيات، نصف، صحيح؟ النصف فقط. لماذا؟ لأن الانقسام المنصف الثاني لا يحدث فيه مضاعفة لعدد الصبغيات. فإذا الانقسام المنصف يطرأ على الخلايا الجنسية ويعطي خلايا تحمل نصف العدد الصبغي للخلية الأم. وفي هذا الانقسام أول شيء مرحلة أولى يحدث تضاعف صبغي واحد، بعدين يصير عنا انقسامان متتاليان. الانقسام الأول كأن الخلية تحمل نفس عدد الصبغيات، الانقسام الثاني الخلية تحمل نصف العدد الصبغي. لذلك فإن الخلايا التي تتمايز تعطي أعراسا تحمل نصف العدد الصبغي. فمثلا عند الإنسان كل عروس سواء عروس ذكرية أو عروس أنثوية تحتوي على 23 صبغي، والخلية المنقسمة تحتوي نواتها على 4 صبغيات، بينما نوات كل خلية ناتجة تحتوي على صبغيين 2 فقط. التقييم الأول قارن بين الانقسام الخيطي والانقسام المنصف من حيث ما يلي. أولا رح نجيب ورقة وقلم ونرسم مباشرة جدول، وقت نساوي مقارنة، مجرد أنه رح نساوي مقارنة، يلا صديقاتي بسرعة قلم ورقة ونعمل جدول مع بعضنا. المقارنة بتكون على الشكل التالي، مباشرة نرسم جدول، ما هي أوجه المقارنة ومع مين، كيف رح نقارن بين مين ومين؟ رح نقارن بين الانقسام الخيطي والانقسام المنصف. فبنعطيهم رأس الجدول الانقسام الخيطي والانقسام المنصف، تمام؟ أما هذا العمود فبتكون للنقاط اللي رح نقارن فيها. تفضل يا بوثينة، إلى المقارنة يا بوثينة. طبعا باقي الصبايا رح نشتغل مع بعضنا دون مباشرة. الانقسام الخيطي والانقسام المنصف رح نقارن بيناتهم من حيث الخلايا التي تطرأ عليها وعدد الصبغيات في الخلايا الناتجة والهدف وعدد الخلايا الناتجة من انقسام الخلية الواحدة، تمام؟ أولا من حيث الخلايا التي يطرأ عليها الانقسام الخيطي بعد بعض الخلايا الجسمية، والانقسام المنصف الخلايا الجنسية. نعم أحسنتي، الانقسام الخيطي يحدث على بعض الخلايا الجسمية، أما الانقسام المنصف فيحدث في الخلايا الجنسية. أحسنتي، تفضلي يا زينب. الانقسام الخيطي من حيث عدد الصبغيات في الخلايا الناتجة. سمعت العدد الصبغي الموجودة في نواة الخلية الأم. أحسنتي، أما في الانقسام المنصف نصف العدد الصبغي الموجود في نواة الخلية الأم. نعم أحسنتي، جزاك الله كل خير. أياك يعني. تفضلي يا لونا، ما هو الهدف من الانقسام الخيطي يا لونا؟ نعم أنسي، النمو وتعويض الخلايا التاليفة التام الجروح، أما الانقسام المنصف إنتاج الأعراس. أحسنتي، الانقسام الخيطي الهدف منه النمو وتعويض الخلايا التاليفة والتئام الجروح، أما الانقسام المنصف فهدفه إنتاج الأعراس. تفضلي يا قمر، ما هو عدد الخلايا الناتجة من انقسام خلية واحدة في الانقسام الخيطي؟
نعم، أنسية خلية تعمل بالانقسام الخيطي، والانقسام المنصف 4 خلايا. نعم، أحسنتم لنا جميعكم وجزاكم الله كل خير، أحسنتم. إذا المقارنة مثل ما اتفقنا تكون على الشكل التالي مباشرة. ما هو أوجه المقارنة؟ أوجه المقارنة تكون في العمود الأول. بين مين ومين رح نقارن؟ بنحط العمود وعمود سطر الأول يعني، ثم نملأ الجدول كما هو مطلوب. فالانقسام الخيطي يطرأ على الخلايا الجسمية، أما الانقسام المنصف يطرأ على الخلايا الجنسية. عدد الصبغيات الناتجة في القسام الخيطي يماثل عدد الصبغيات الموجودة في نواة الخلية الأم، يعني مثله تماما. أما في الانقسام المنصف، طب اسمه منصف معناته نصف العدد الصبغي الموجود في نواة الخلية الأم. الهدف من انقسام الخيط النمو وتعويض الخلايا التالف والبئام الجروح. أما الانقسام المنصف فهدفه إنتاج الأعراس. وعدد الخلايا الناتجة من انقسام خلية واحدة في انقسام الخيط خليتان، أما في الانقسام المنصف فالعدد يكون 4 خلايا.